بملعب السلام تحققت أماني الجماهير المغربية بتعزيز صدارة المنتخب، وأيضا كما ذكرنا يعني وضع نقطة النهاية لعقدة جنوب إفريقيا اللي دامت طويلا. نوفل، إذا مرة أخرى المنتخب المغربي ينجح في تسجيل يعني هدف النقاط الثلاث في آخر الأنفاس، كيفاش شفتي انت اداء يعني رفاق مبارك بوصوفة في اخر ظهور لهم في دور المجموعات، وكيفاش كذلك تفعلت مجموعه إيرفي رونار مع هذا الانتصار؟ نوفل، هنيئا جلال النقاط الكامله للمنتخب الوطني المغربي في دور المجموعات. ولكي نفسر المشهد يعني للساده المستمعين والمشاهدين، ايضا الجماهير الجزائريه لا زالت تحتفل ايضا بانتصار المنتخب الجزائري الذي كان هنا على ارضيه ملعب السلام، 3 نقاط ثمينه للجزائر على حساب تنزانيا، بدورها ايضا تنهي دور المجموعات بالعلامه الكامله. ولكن بالعوده للمنتخب الوطني، اسود الاطلس ربما قدموا شوط اول للنسيان ان صح التعبير، وهذا ما اعترف به الناخب الوطني إيرفي رونار حين قال في الندوة الصحفية بأننا كنا شبه شيوخ نوعا ما، كبار في السن، لم نقدم المستوى المنتظر منا. ولكن أيضا لا ننسى منتخب البافانا، بافانا على مدى سنوات طوال شكل عقدة لكرة القدم المغربية للمنتخب الوطني، اليوم ربما تم تفكيك هذه العقدة من خلال شوط ثاني أفضل، راهن نوعا ما جلال على الطراوة البدنية التي يمكن أن تنال ربما من منتخب جنوب أفريقيا نظرا للإرهاق وأيضا المبادرة في شوط اللقاء الأول. وبالفعل يعني رفاق نور الدين مرابط مع بعض التغييرات التي أدخلها ربما إيرفي رونار لكتيبة الأسود في شوط اللقاء الثاني، تمكن على غرار فيصل فجر على سبيل المثال للحصر، تمكن من تنفيذ ضربة حرة مباشرة جاءت بهدف المباراة عبر أحد أكبر لاعبي المنتخب الوطني مبارك بوصوفة، كما كنقولوا كيمشي الزين ولكن كتبقى حروفه، بوصوفة القائد الذي تمكن من زيارة الشباك وفك العقدة، لأننا شاهدنا في شوط اللقاء الأول يعني المهاجم الوحيد لأسود الأطلس النصيري كان معزولا نوعا ما. صحيح المنتخب يتحرك عبر الأظهرة، يقوم بإرسال كرات عرضية في مناطق جزاء البافانا بافانا، ولكن من سيكمل تلك الكرة مكان الفينيسيون صح التعبير. وبالتالي مبارك بوصوفة تكفل بالأمر وتمكن من تسجيل هدف الانتصار، انتصار معنوي جلال. أنت تأهل للدور الثاني وأنت لديك العلامة الكاملة ب9 نقاط في مجموعة وصفت قبل أن تبدأ نهائيات مصر بمجموعة الموت، فهذا يحسب لإيرفي رونار ولكتيبته. وأيضا إن كنت تريد أن تنافس على لقب كأس الأمم الأفريقية فعليك أن تقتصد في الموارد البشرية وتقتصد أيضا في الطاقات التي تقدمها، لأنك لن تلعب 3 لقاءات فقط ولكن ستلعب بطولة من 7 مباريات، وبالتالي عليك أن توزع طاقاتك وأيضا أن تقوم بعملية التدوير فيما يخص العناصر التي تلعب بشكل أساسي أو الأخرى التي تبقى في دكة البدلاء.